انواع الخطاب اللي بيجوا. بصوا يا بنات، اللي بيحبك وعايزك هيكمل وهيخش بيت. انا ضد تماما تماما انك انت ترخصي نفسك وتروحي تكلمي واحد على الشات وتكلمي مش عارفه ايه، ويبقى في علاقات علشان خاطر السواد اللي اصله هيتجوزني. طب ما اتجوز، ما بيتجوز ويخش البيت على طول، ايه لازمتها الحكاوي ونتعرف ومش نتعرف؟ ايه لازمتها يعني؟ غضب من ربنا. ما عند الله يا جماعه لا يؤتى الا بطاعته، والله ما عند الله لا يؤتى الا بالطاعه. الجواز ده مش رزق ولا مش رزق؟ الرزق ده بيجي بمعصيه ولا بيجي بطاعه؟ بيجي بطاعه. ان العبد لا يحرم من الرزق بذنب يصيبه. عملت ذنب فيه تقولك اذا كنت انت بديتي اصلا بغلط، انت يعني مستنيه ايه من الغلط؟ مفيش بركه، مفيش خلاص، انت ابتديتي غلط ورخصت نفسك. والولد لما يجي يقولك ما كلمتني، ما كان ممكن تكلم غيري وغيري وغيري. وده وبنسمع الكلام ده كتير جدا. فمن فضلك لا، عززي نفسك. الاسلام عزيز يجي يخش البيت، يجي يخبط ويخش البيت وعنده راجل، عندنا رجاله بتقول كذا وعندنا رجاله كذا، تكلم الرجاله. الصح اللي بيتبنى على باطل بيبقى باطل، خلاص انتهينا. طيب استجلبه ازاي؟ بالاستغفار، بالدعاء. اللهم اسالك يا رب زوج التقي النقي، العريس الرومانسي، العريس الرومانسي يا رب طيب القلب المحترم اللي هيخرجني، اللي هيفزعني مني، اللي فاهمني. حلو جدا. حته ان انا استجلب الامر بالطاعه وبالدعاء. والجواز مش نهايه يعني حاجه بقى لا لا لا، ده هي هدف تكتيكي قصير المدى اللي وصلني للغايه اللي هي رضا اصلا ربنا. جه حلو، خير وبركه، جه الصالح التقي خير، لكن ما تجازفيش يا مش جوازها والسلام، وتاخدي اي واحد والسلام، وفي الاخر تنضربي وتتبهدلي وتتطلقي ويلعن سلسفين. لا، احنا عايزين حد يكون محترم خلوق طيب يتقي الله عز وجل فيكي، هو ده اللي احنا محتاجينه. ينفع يكلمها في التليفون ضمن الاسئله؟ ينفع يكلمها في التليفون؟ يتكلم في التليفون على موبايل الاب مثلا، والواتس زي ما قلت لكم، الواتس يبقى جروب العيله في الفتره دي، لكن خلاف كده صعب. يعني ما بتبقاش الدنيا زي ما قلت لكم، بيحصل تجاوزات والله واحنا في غنى عنها، والزمن دلوقتي زمن كده. تقول لك ده مش الواقع يا دكتوره هاله، عارفه، لكن لو التزمت بالصح ربنا يبارك في الزيجه، ربنا يبارك فيها. وادعي، مفيش عرسان بتيجي، ادعي. ما هو يا تتجوزي جوازه صح، يا ما تتجوزيش ما تطلعي لناش مطلقه بعد كده، وتيجي مبهدلك في المحاكم ولا ضارب راسك ولا كذا ولا كذا. لا، نتجوز اللي خدنا بالاسباب العقليه والماديه واستخرنا وتوكلنا على الله، وبعد كده عشان ما ترجعيش تندمي تاني. مش جوازه هي والسلام، اتجوزي صح. مين اللي اتجوزه واستجلب؟ دعاء سيدنا دعاء سيدنا موسى، رب اني لما انزلت الي من خير فقير. فجاءته احداهما وفاق السرعه. دايما التزمي بالامر ده، دايما التزمي بالدعاء ده، يا رب زوجني الزوج التقي الصالح يا رب، الرومانسي الحنون اللي يكفيني امر الدنيا والاخره. وادعي، رب اني لما انزلت الي من خير فقير. هو ده الدعاء. وفي الاول وفي الاخر ادعو الله سبحانه وتعالى يعني يكرمنا واياكم.